بكاء قمر طائي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت قمر طائي اليوم بمشاركة ستوري علقت من خلاله انه راح ينزل فيديو جديد، وظهرت قمر طائي من خلال كواليس هذا الفيديو هي عم تبكي. وصرحت قمر طائي انه في هذا الفيديو راح تفضفض لجمهورها وتحكي شو صاير معها. ننهي فقرة الاخبار بستوريات لنا ولين محمد. فالاشياء اللي صارت بالعرس رح لكم هلا. انا عم بمسح الميك اب، دخلت العروس، بس اول ما تدخل العروس قعدنا نرقص شوي وحركات وبركات، بعدين فاتت العروس وعم تفوت، انا نطت من وراها، انا ما كنت بعرف انه هي فايته، فانا مشيت هيك عم بركض لما لقيتها هي واقفه قدامي وماسكه المسكيك وعم تفوت او انا وراها، فطلعت هيك كله عم يعرف. فانا قلت شو اعمل، نزلت مشيت يسار زاويه عشان اعرف القط لكم الزاويه الصح بالتصوير. اذا قدرت رح انزل لكم مقاطع بسيطه لفستان العروس وللاشياء اللي صارت.